جعنبي يا جعنبي يا جعنبي وعندنا كل ما تتمنى بس جعاني وحب سوتيه شيتوتو ده مطعم فيه ايه هم هم شيتوتو ايه هم هم فيه ايه هم هم عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيكي واللي بيقطع عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا الأصل وملناش فرع عندنا كوسة عندنا قرع احنا الأصل وملناش فرع زي ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطا تطا مطعم ايمالو تطا وهم هم وتيتي تطا مطعم فيه ايه هم هم اجمل سمعة من دنيا الدمعة عندنا هنا ملا قلم سامع عندنا شربة تنسي الغربة وافكار طازة جريئة ولامعة عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع وعندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع خير لا 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 لحظه بقى معلش عايز مستر عادل لازم اعرف انا عايزه يعني في موضوع عائلي سر انا هنا يا ابني شريك زيه بالظبط عايز ايه مش سر ولا حاجه مستر نجاتي انا جاي استاذن عشان امشي عاوز اجازه النهارده لحظه يا مستر عادل معلش انا هنا مدير الجرسونات وهذا القرار انا الذي اتخذه مفيش اجازات يا ابني هي مستر نجاتي هي مش إجازة أنا أصلي جالي عقد عمل في الخليج آه قول لي كده بقى الزبون العربي اللي كنت قاعد تتودود أنت وهو ها لا يا مستر نجاتي أنا لا أقبل هذا إطلاقا العقد ده جالي من خارج المطعم تماما ده حماية جابولي آه هتروح تشتغل في الجامعة هناك للأسف هشتغل مشرف عمال ليه مشرف عمال دي شغلتي أنا مشرف عمال أنا لازم أخذ العقد ده أنا اللي أروح الخليج معاك العقد اين العقد تعال استنى بس يا نجاتي هتروح تشتغل مش في مال زي ابني والدكتوراه ظهر يا عم مستر عادل ماليش نصيب اخدها مش مكتوبه لي طب هو هياخدوك الخليج على كام هيدوني حوالي 5000 جنيه شهريا واحلامك يا ابني وطموحك العلمي يبدو يا مستر عادل ان كل دي كانت اوهام كان سراب انا حاليا مرتبط بانسانه رقيقه ومهذبه ومش معقول هتفضل تنتظرني العمر كله وبصراحة أنا عملت اللي عليا، يعني أنا بشتغل الصبح في الكلية وبالليل هنا، لا قدرت أحوش مصاريف الجواز ولا حتى مصاريف الدكتوراه، كمان أنا تعبتكم كتير جدا معايا. يا بني، يا بني، ما هو لو قد كنت مركزا في شغلك لم يكن قد كان هذا حالك، لفض فككك. صدقت يا مستر نجاتي، عشان كده أنا أخذت قرار إن أنا أركز في أكل عيشي وأعمل فلوس وبس. يا ابني والغبار الذري وحياتك العلميه هانت عليك بهذه السهوله اسمع يا ولد انت مش هتسافر
وكتب الدكتوراه المطعم هو اللي هيشتهى لك حسابه. ده بيدوك كام هنا؟ 400 جنيه اصل انا بشتغل نايت شيفت فقط. خلاص هنديك 1000 جنيه، يلا روح شوف شغلك. مستر عادل ما تحرجنيش، انا مش عايز اثقل على حضرتك. اسمع الكلام يا ولد، وبالمره عدى على الكاشير وانت ماشي هيديك 1000 جنيه مرتب شهر سلفة. شكرا جدا يا مستر عادل، ده كتير. لا خلاص حقيقي ده كتير. يلا روح بجد ده كتير يا عم. يلا انا مش مصدق. يا رزق يلا، مش هسافر، مش هسافر الخليج، وهاخد الدكتوراه باذن الله. مش معنى يعني ايدك فرطه مع الواد يا راجل؟ انا لما باجي اطلب جنيه زياده عشان ضريبه المبيعات بتقطمني وتكرني في عيشتي. لانك مش زيه انا جاتي، في اختلاف كبير بينك وبين الولد ده. عارف ايه؟ الولد ده شقيان وطموح، والبلد محتاجاه هو وامثاله، لان هم دول اللي هيطوروا البلد. يا نجاتي بلدنا فيها نوعين من الناس، النوع الاولاني بينهب البلد ويغب منها ويغرف منها وبدون حساب، والنوع الثاني بيدي البلد كل ما يملك وبرضه بدون حساب. الو يا فندم، تحت امرك. اهلا وسهلا بيه، يشرف سعادته في اي وقت. ترابيزه ست كراسي؟ طبعا طبعا هتكون جاهزه من اول النهار. يشرف يا فندم، يشرف هو واللي معاه. مع الف سلامه، بلغ تحياتي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ايه ده؟ مين ده اللي انت مهتم بيه قوي كده؟ ده حسني البسيوني. حسني البسيوني ده عنده اشهر سلسله مطاعم في البلد. يمكن يا سيدي عاوز يجي ياكل ويدفع، ما هو بياكل في مطاعم وبلاش. انا اسمع كمان ان هو عنده مصانع حديد وحاجات كده. حديد واسمنت وعيش ولحوم وفراخ وعربيات، كله كله كله. عارف يا نجاتي، اهو البسيوني ده من النوع الاولاني اللي انا كلمتك عنه. حسني باشا باشا، اهلا وسهلا. اتفضل، شرفت مطعمنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الترابيزه محجوزه سعادتك زي ما امرت بالظبط. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عادل نور صاحب المطعم. انا سمعت عن المطعم ده كتير، ورينا بقى. عناية. حاضر. تسمح لي انا بقى ااكلك بمزاجي؟ مفيش مانع، بس ما تتقلش بقى عشان احنا عاملين ريجيم. شويه مشويات خفيفه يجوز؟ يجوز، مع فته، مع مكرونة، مع شوية محاشي، يعني اللي عندك كله هاته. أنت تأمر يا باشا. الله يخليك. بقول لك إيه؟ الكوبايات دي أنتوا جايبينها منين؟ إحنا بنستوردها من إيطاليا. طب وليه؟ أنا عندي أكبر مصنع في الشرق الأوسط للكوبايات، وببيعها أرخص من كده مليون مرة. ده شرف لينا سعادة الباشا. بقول لك، والمفارش دي مش قوي. انا عندي اكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الاوسط كله. يا ريت يا باشا. واللمبات دي، اللمبات والكباس والفيش مش تمام. انا عندي اكبر مصنع للادوات الكهربائيه في الشرق الاوسط. خلاص ناخد من عندك يا باشا. متر، مع سعاده الباشا هنا، اي حاجه يطلبها تتنفذ فورا. تحت امرك. بعد اذن الباشا. ايه الراجل ده؟ ده مفيش حاجة ما بيشتغلش فيها. ده باين عليه تقيل قوي. تقيل؟ ده بيلعب في 3-4 مليار على الأقل. طب ما نجر ونعمل معاه مصلحة. انسى، ده بيخش أي شغلانة بيعصرها عصر، ما تقدرش تكسب من وراه جوز جنيهات حتى. ربنا يعدي الغدا ده على خير بدل ما يبقى ضيافة. لا سيبهولي أنا بقى، إن ما كعتولك فاتورة ما حصلتش ما بقاش أنا نجاتي. أنا هموت في الزباين المكلكعة دي. مساء الخير يا فندم. اهلا يا هاني. اهلا وسهلا. انا المتري نجاتي يا فندم، عرفت ان سعادتك موجود، جيت بنفسي ارحب بسعادتك. الله، انا شايف يا فندم الطاوله فاضيه، انتوا حاجزين 6 افراد. لا لا لا، احنا كده كويس، احنا الاثنين بس، وبقيه الكراسي دي ندفع لك ايجارها لو عايز. العفو يا فندم. يا اهلا وسهلا. انا فندم جاني الاوردر بتاع سعادتك، اوردر الاكل، وبصراحه ما عجبنيش. هو احنا اللي هناكل ولا انت؟ فندم حضرتك طالب كباب، كفته، فته، ده اكل عادي اي مواطن يطلبه.
الأكل ده يا فندم ما يليقش بمكانة سعادتك ومقامك ومكانتك الكبيرة في المجتمع. طب وانت ناوي توكلنا ايه بقى ان شاء الله؟ هدوق سعادتك لحم النعام الطري، اجمل واطرى لحم سعادتك تاكله في حياتك، يدوب في بقك زي الجلاس وتدوبي في قلوب الناس. حكيم روحاني حضرتك كلمنا، انا هنا اشرح لنا. اشوي سعادتك نعامة على الفحم زي ما هي كده، نحشيها رز ومكنسرات. طب ويا نعامة واحدة هتكفينا يعني؟ نعامتين؟ ممكن نعامتين ندوقهم، ولو عجبونا نطلب بقى. طيب تحب سعادتك نجيب حاجة خفيفة كده مع النعام؟ خروف محشي، بط، حمام، بيض النعام نفسه يا فندم. سعادتك عارف البيضة كده، اعملها لكم كريم كرمير. اصل احنا مش ناويين نتقل في الاكل النهارده. دبستهولك في نعامتين مشويتين، الحساب مش اقل من 7000 جنيه من غير السلطه. ايه ده، واحنا عندنا نعام يا راجل؟ اي مزارع نعام نبعت يبعتوا لنا نعامتين. وانت تعرف ناس عندهم مزارع نعام؟ انا لسه قاريها في الجورنال. ايه ده، مزارع البسيون الكبرى للثروه الحيوانيه يا ابني الايه؟ حتى النعام شغال فيه. طب اجيب له ايه؟ اشوي له زرافه؟ اهو اللي جاي ينفعنا وطمعانين في فاتوره الغدا بتاعته هيطلع كسبان من قبل ما ياكل.
ساعدتك ما تشتغلش في ايه بالظبط عشان اشتغل فيه؟ اسمح لي اقدم لك احلى نعمتين في الشرق لاحلى اتنين. ايه اللي هبب الهانم كده؟ احنا اتاخرنا كده كتير قوي في المطبخ. في ايه مالك؟ الهانم لما بتزعل بينطر على وشها بني كده. هو ايه اللي بينطر على وشها بني؟ قصدي يعني هي اغمقت شويه. اغمقت ايه؟ دي حتة تانية خالص غير الأولانية؟ أصل الأولانية طولت معايا شوية، اديتها حسنتها وتوكلت على الله. حتى الجنس اللطيف ما انتش عاتق. مال كل حاجة ليها طعمها وليها حلاوتها. هعمل ايه في الراجل ده؟ مقفلة في وشي البسيوني بيه مكوش على البلد كلها. احسن حاجه تديله الفلوس وهو يشغلها لك. وبقى انا عملت ايه بقى؟ انا عاوز اشتغل بنفسي مش اشتغل عند حد ويمص دمي. الرحمه حلوه. وطي صوتك شكله ضارب ودنه معانا. انا هشتغل غصب عنه ان شاء الله حتى بيع بطاطا. لميتوا محصول البطاطا؟ طب بقول لك ايه، وزعوه على البياعين وادوني الفلوس على البنك. اصلها معسله ومستويه قوي. سيبولي بقى وانا هكلمه. تعالي بس يا نادى. هتروحي فين؟ مالكش دعوه. مساء الخير يا بسيوني بيه. مساء الفل. مساء القشطه. اموريني. انا ناهد خطيبه رياض. يا اهلا وسهلا. تعالي الاول بسم الله معانا. سيرفيس يا ابني سيرفيس. ميرسي بالهنا والشفا. لا لازم تاكلي معايا الاول عشان يبقى عيش ونعام. معلش انا كنت جايه عشمانه ان حضرتك تساعدنا. اهو تحت امرك سماره. توكلي انت على الله دلوقتي. يلا بس استني خدي ده الكارت بتاعي. تروحي تاكلي في اي مطعم من مطاعم البسيوني في حدود 100 جنيه ما تزوديش عن كده، وعشرينية ايه عشان تحاسبي التاكس. يلا بالسلامه. نورتينا شويه دول. حسني بيه، انا ورياض كنا واخدين كارد من الصندوق الاجتماعي علشان نعمل مشروع نبتدي بيه حياتنا. حلو، عين العقل. بس مش عارفين نعمل حاجه، كل السكك مقفوله. السكك مقفوله؟ دي السكك كلها تتفتح، مصانعي وشركاتي وكل حاجه تتفتح عشان العيون الحلوين دول. خلاص شغلنا معاك. حلو قوي، وانا عايزك معايا. الباشا ايه رايه في النعم؟ والله النعم زي ايه ده يا ابني؟ يا فندم ام النعامة، راس ام النعامة اللي سعادتك اكلتها عشان تحس انك اكلت نعام بنت نعام. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه مالك؟ بتبحلق كده ليه؟ الهانم مش كانت ضلمه شويه؟ مين اللي بياضة من هو التكييف عالي قوي بالشكل ده؟ متعصب ليه؟ متعصب؟ ما انتش عارف، ما هو برودك ده هو اللي بيعصبني اكتر. ما انتوا مش دارانين بحاجه. تقدر تقول لي يا استاذ الزباين اللي من المطعم دي ما بياكلوش ليه؟ طب انا اعمل لهم ايه؟ اوكلهم غصبا عنهم؟ الزباين بيجوا نفسهم مسدوده. ايوه، ما هو الزبون لما يطلبش اكل لازم نسال نفسنا ما بياكلش ليه؟ شايف؟ الاثنين زباين اللي قاعدين دول بقالهم 3 ساعات قاعدين شاربين 6 قهوه لغايه دلوقتي. في ال3 ساعات دول ما جاوش ما بيطلبوش اكل ليه؟ طب ما يطلب حد قال له لا. ما هو ما دام ما طلبش اكل يبقى في سبب. ما تحملناش احنا السبب.
الزبون ما بياكلش لاسباب اكبر مننا بكتير. الكلام اللي حلولك ده خطير جدا. معلش بس انت بتعمل ايه؟ معلش بس يكون في جهاز تصنت ولا حاجه. ها؟ اي مواطن عادي بينزل من بيته بعد ما يتخانق مع مراته بيبقى مش طايق نفسه ولا طايق عيشته ولا طايق اللي عايشينه، ينزل يقف ساعتين في اشاره المرور اعصابه تتحرق، يروح الشغل متاخر، المدير يهزقه، ينام التعب على المكتب، المدير يرفضه. تفتكر زبون زي ده هيجي المطعم يطلب ياكل؟ وبعدين كمان المنيو نفسه، المنيو اللي ما تقراه، سيبك من المنيو اقرا اللي تحت، ضريبه مبيعات، ضريبه ملاهي، ضريبه ايراد عام، ضريبه حره، مهن حره، غير حره. اسمع بقول لك ايه، انا ما يهمنيش كل الكلام ده، انا يهمني الزبون اللي يخش من باب المطعم يقعد ويطلب ياكل. خلاص يبقى نصالحه على مراته، نقول لها ما تنكدش عليه، ونكلم عسكر المرور نقول له الله يسترك كل ثلاث ساعات فوت عربيتين وموتوسيكلين، ونروح للبيل المدير نقول له الله يسترك ما تهزقش الراجل وما تشخطش فيه، ونروح نكلم الوزير نقول له ما تشخطش في المدير، ونكلم الله نقول له بلا ولا ما. المسألة أكبر من كده بكتير يا عادل. أوبن بوفيه. البوفيه المفتوح. شوف يا نجاتي، الأكل زي الضحك، معضل. الأكل يجيب أكل. الناس لما بتشوف الناس التانية بتاكل وبتلخ نفسها بتتفتح على الأكل. احنا محتاجين اسلوب جديد في مطعم تشي توتو. احنا هنعلن عن ان بكره في مطعم تشي توتو بوفيه مفتوح وبسعر موحد. بس ده مش خساره للمطعم. ما هو انت ما قريتش كتابي ده، لو كنت قريته كنت فهمت، وعلشان كده هتفضل طول عمرك زي ما انت مش مثقف. حتى الثقافه وصلت الاوبن بوفيه. اسمع، الباب الرابع من كتاب اوبن بوفيه لعادل نور. لا يستطيع زبون ان ياكل فوق طاقته، ولما كان الممنوع مرغوب ففي البوفيه المفتوح كل شيء مباح، وبالتالي لن يستهلك الزبون الا احتياجاته مما يوفر للمطعم ويزيد من ارباحه. اقرا الكتاب ده كويس، ذاكره كويس قوي الليله دي علشان نعمل بوفيه مفتوح ما حصلش. اظن يا نجاتي دلوقتي تاكدت انك بتشتغل مع اكتر واحد عبقرينه في العالم. طب يلا بقى يا عم افتح البوفيه لحسن في ناس بدات تاكل في الكوبايات. غلط يا نجاتي، كل ما اخرت فتح البوفيه كل ما شهيه الناس تزداد للاكل. لما يجوا ياكلوا يبسطوا يشبعوا يروحوا يناموا، يجي بكره وبعده وبعده وتملي يا خزائن تشي توتو. المره دي هقتله حلمي، هقتله. تقتل مين يا راجل؟ انت اتجننت؟ وبعدين احنا جايين ناكل ولا نقتل يا رياض؟ يا رياض اقعد، مش كده، استنى لما يفتحوا البوفيه وبعدين ناكل، وبعدين يبقى اقتله على كيفك، ولا انت عايز تقتله وانت على لحم بطنك؟ البلد كلها بقت اوبن بوفيه، كله عايز يخطف ويجري، يملى طبعه على الاخر حتى لو مش محتاج له، ومش مهم يفضل حاجه لبقيه الناس. الغلطه مش غلطته، ناهد هي اللي راحت له وهي اللي قبلت انها تشتغل معاه. ما قدرتش تصمد ولا تقاوم، ربنا يستر. الكلب اهو جه. إدارة مطعم تشي توتو ترحب بكم في الأوبن بوفيه الأسبوعي. شروط الأوبن بوفيه: كل هنا في المطعم، محدش يعبي في الشرط ويروح بيه على البيت. خمس دقائق سيداتي سادتي وانا افتتح الاوبن بوفيه. نجهز كده يا جماعه واسمعوني كويس.
الرجاله بتوعي هيخشوا يحاوطوا الديك الرومي، محدش يقرب منه خالص. رامي عليك السلطات، حازم حدقلك نفسك من تحت الترابيزه محدش يحس بيك خالص، من الناحيه التانيه ومباشره على المحاشي. تفيدة انت عارفه شغلك، الرز والمكرونات. انا عايز انتشار، عايز قوه، عايز تحديد للهدف، مفهوم؟ ربنا يوفقكم. استنوا، هرم الجمبري اللي هناك ده مش عايز حد يقرب منه، محدش ياخد جمبرياية واحدة، كله على ترابيزة البسيوني. يعني ايه بوفيه مفتوح من غير ضوابط؟ يعني ايه اكل من غير حساب؟ يعني ايه الاطباق تتملي على الاخر وبعدين تترمي في الزباله؟ انا مش فاهم مين الحمار اللي اقترح فكره البوفيه المفتوح. انا شخصيا ما بقولش اي افكار من النوعيه دي. على العموم يا نجاتي، احنا لازم نعود زبوننا على الطلبات اللي يطلبها. شوف، الزبون زي البيبي، لازم تعوده على اخلاقيات واداب وسلوك. يعني مش دايما الزبون على حق. خلاص يا نجاتي، من هنا ورايح مطعم تشيتوتو هيبقى شعاره اطلب اللي تحتاجه بس، ما تطلبش فوق طاقتك. لو سمحت. والله ايوه يا فندم. ممكن نص تفاحية؟ فكرت كويس. قصدي يعني حضرتك متأكد ان انت هتاكل النص كله؟ اقولك، هاتلي ربع تفاحية ونص موزاي. لو سمحت اديني 20 جرام لحمة وربع رغيف بلدي وشقة بطيخ. تحت امر سعادتك يا فندم. تعالى هنا. حط عمرك يا مستر. ايه ده؟ دي عنباية عشان ترابيزة 9 اللي في الركن الايطالي حضرتك. هي اكلت التناية اللي كانت طلبتها؟ طبعا يا مستر. ورجعت الطبق فاضي ما فيهوش ولا بزرايه؟ مسحت الطبق يا مستر. اكسلنت. الباشا وصل، الباشا، الباشا وصل. بس يا باشا، ازي حضرتك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، اتفضل. اتفضل يا باشا. اتفضل. ازيك يا رياض؟ ازي حضرتك يا باشا؟ انا مستني سعادتك من الصبح. اظن كده احسن. ها؟ لا تقول لي قروض بقى ولا وجع دماغ. موظف في العلاقات العامه في مجموعه البسيوني جروب. كل شهر بتاخد مرتبك والحوافز. طالما كله تحت مظلة سعادتك يبقى كله تمام. هتاخد ايه يا باشا؟ هتاخد بقى يا مد. لا لا لا، استنى شويه نجاتي. عمر يا باشا، عايز اكل طاجن بطاطس باللحمه ورز معمر. اي بس ده طلب عام يا فندم، حدد بالظبط طلب سعادتك. يعني ايه؟ كم جرام لحمه، كم جرام بطاطس، كم جرام رز معمر؟ ده نظام جديد ده ولا ايه؟ يا عم هات اللي تجيبه. طيب حضرتك اللي هجيبه هتاكله كله؟ امال يعني حرميه للقطط؟ يعني سعادتك ملزم تاكل الطاجن كله. هناكله كله واكلك انت كمان لو عايز.
يا رياض، عملت اللي قلت لك عليه؟ كلمت حد؟ والله لسه يا باشا، انا قلت لما سعادتك تيجي اي فرصه وجود حضرتك هتخلي الاتصال حاسم ومباشر. امال انت بتقبض مرتبك على ايه؟ اصبر بقى شويه وتعلم وشوف انا هعمل ايه. تعالى يا ابني. اقرا سعاده الباشا. انت اسمك ايه؟ خدامك ابراهيم يا فندم. بتشتغل هنا بقالك كتير؟ بقالي سنه يا فندم. تاخد كام في الشهر؟ يا فندم انا باخد 500 والتبس حوالي 650 يا فندم. بس الحمد لله يا باشا، الحمد لله. طب ايه رايك تشتغل معايا؟ ده انا يكون لي عظيم الشرف يا باشا. انا اصلي هفتح مطعم جنبكم هنا ومحتاجك معايا، وهدي لك 1500 جنيه في الشهر يا باشا. بس 2000 جنيه. يلا امضي دلوقتي وسلمه حالا يا رياض. يلا. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. هغير راجل سعادتك. ده ما فكرش. يفكر في ايه؟ واحد بياخد 500 جنيه هديله 2000 جنيه، يفكر ازاي؟ هو انت يعني كنت فكرت قبل ما تشتغل معايا يا رياض؟ طب والفلوس الاوفر اللي حضرتك عمال تصرف فيها دي هتلمها تاني ازاي؟ لو عرفت انا بلمها ازاي ما كانش زمانك شغال معايا دلوقتي. كان زمان باسمك رياض البسيوني وانا اللي بشتغل عندك. يلا اشتغل بقى وريني هتعمل ايه. يا متر. أمر يا فندم. انت بتاخد كام في الشهر؟ 400 جنيه. هتاخد 800. 1000 جنيه عشان ما يفلفص منك. بتقول كام يا باشا؟ امضي وبعدين فكر. يعني ايه عايزين تسيبوا المطعم؟ انتوا اتجننتوا؟ دي مؤامرة، انا هبلغ البوليس. اوعى 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 اوعى. هو مفيش غير البسيوني، هو اللي مرد معاكم، اشتراكم يا خونة. خلاص بقى عادل بيه، مفيش داعي للكلام ده، احنا نمشي. 1000 غيرنا ييجوا. الله، وحد لاقي شغل. الاف غيركم ييجوا واحسن منكم 1000 مرة. يلا بره. انا مش عاوز اشوف خلة حد فيكم. بقى المطعم اللي بياكلكم عيش وفتح بيوتكم تسيبوه بالبساطة دي علشان مجرد واحد شاور لكم بجوز جنيهات زيادة؟ وما سعادتك مش جوز جنيهات. اخرس اخرس يا متخلف، انت لا بنختي ولا اعرفك. طب اعمل خاطر لخالك يا حيوان. الواد ده اختي ما ربيتوش، انا اللي ربيته بنفسي. كلهم مش متربيين، كلهم خونة. يلا بره مطعمي يا خونة، مش عاوز اشوف خلقة حد فيكم. بره يا خونة، خونة. خربها البسيوني، انا جيت وقعد على تلها. مفيش مكان يحط رجله فيه الا ما يسيبه خراب ودمار زي الجراد بالظبط. لا، زي الناموس، يقعد يمص في دمك بالرغم انه مش جعان. طب احنا هنقعد كده نعدد ونلطم ونسيب الزباين قاعدين في المطعم كده؟ لا لا يا نجاتي، المطعم هيتفتح وهيشتغل. انا وانت يا نجاتي، انا وانت بنفسنا هننزل الصاله ونشتغل علشان نثبت ان تشيتوتو عمره ما يتقفل ابدا. تشيتوتو مطعم عظيم وهيفضل عظيم. تشيتوتو رماني بريفيتو. بلافيتو بلاتيتو، سيبك من شويه الطلياني بتوعك دول، وخلينا في الغرق العربي اللي وقعنا فيها سيباسيون. يا فندم. اهلا يا حبيبي. شوف بقى، انا بعت لك بعد ما عرفت ان عادل بيه مروقك وبيدي لك ورديات خاصه عشان ظروفك الخاصه انت وخطيبتك بتاعت الجامعه. وده شيء يزعل حضرتك فيه؟ لا لا يزعل ولا حاجه، انا عايزك بس تيجي تشتغل معايا. ما هو كلهم اشتغلوا معايا، سابوا المطعم ده وجوم عندنا وخدوا الطقطقين. انا متاسف، في استحاله اني اسيب شغلي هنا في المطعم. هتشتغل بقى، وكبرت في دماغي بقى. انت عايز كام في الشهر يا فندم؟ المبدا مش مبدا فلوس، الموقف اللي وقفه معايا عادل بيه هنا في المطعم لا يمكن يقدر ولو بملايين الجنيهات. ما تكلمه يا رياض، قول له حاجه، انتوا شباب زي بعض وفي بينكم لغه مشتركه. تمام يا باشا. انا مش فاهم ازاي انت رافض عرض حسني بيه. قدامك تختصر الطريق، اللي بتكسبه في سنه هتكسبه في شهرين. فندم انا بحضر نفسي عشان ان شاء الله طالع بعثه للدكتوراه. بعثه ايه وبتاع ايه؟ واخرتك بالدكتوراه دي هتاخد كام؟ وبعدين الدكتوراه دي مش محتاجه مصاريف، دي طاقه قدر اتفتحت لك تسدها. قصدك طاقه لجهنم املاها ضعف النفوس والغدر والخيانه. يا عم ايه الكلام الكبير ده؟ تعال تعال اسمع بس،
انا كنت زيك كده بحلم وعندي طموح، بعد كده اكتشفت ان كل ده وهم. الكبار اللي زي بسيوني بيه ما بيسيبوش فرصه لامثالنا حته فتفوته يعضعضوا فيها. لو ما قدرتش على الكبير انزل تحت جناحه. يا فندم انا مش هغير موقفي مهما حصل. اهلا اهلا عادل بيه، والله ابن حلال مصفي. اقعد، كنت عايزك في كلمتين. انا اللي هقول لك كلمتين. عيب عليك تيجي المطعم وتاخد الموظفين والعمال. انا ما ضربتش حد على ايده اخويا عشان يشتغل معايا. الدنيا ايه؟ عرض وطلب، اوبن بوفيه، تنقي اللي انت عايزه وتاكله، حتى لو ما اكلتهوش تحتفظ بيه تقتنيه، ومحدش بيكره الخير للناس. شوف عادل بير، انا عايزك كمان تسيبك من الشغلانه دي، سيبك من المطعم وقرفه وقرف الموظفين والزباين. اسمع يا ابن الناس، انا هديك 12 مليون جنيه وتسيب المطعم ده. نعم 12 مليون جنيه، انت لو حطيتهم في البنك يجيبوا لك 120 الف جنيه في الشهر وتعيش امبراطور. سعاده البيت، احسب لي 6% من ال 12 مليون هيطلعوا كام مليون؟ ده ايه دول بتوع ايه؟ نسبتي يا فندم، ما انا الشريك في المطعم. يا عم لا تحسب ولا احسب لك، ارنب مقفول وما تزعلش نفسك عم نجاتي وتخلع. اظن العرض اللي انا قلته ده ما حدش يختلف عليه، لازم توافقوا عليه. بكره ان شاء الله هجيب الفلوس معايا كاش. يلا يا رياض. تحت جناحك يا باشا. عادل بيه، عادل بيه، ازاي؟ ازاي ممكن تبيع المطعم؟ ازاي ممكن تبيع فكرك وشغلك ومجهودك وعرقك؟ يا عادل بيه، شيتوتو ده مش مجرد مطعم، البسيوني بيه ده ممكن يشتري الترابيزات، الكراسي، الكوبايات، الاطباق، الشوك، لكن مش ممكن ابدا يشتري فكرك وابداعك. يا ابني فكر لحظه وركز لحظات، دول 12 مليون جنيه، انا الواحد اللي ليا فيهم ارنب صاحي مقفول. بقول لك ايه، انت جاي تبوظ البيع عشان ما تسيبش الشغل؟ شغل ايه يا عم نجاتي؟ هو انا بشتغل ايه هنا؟ انا الشغل اللي بشتغله هنا ده ممكن اشتغله في اي مكان في الخارج، يعني انا ممكن امسح البلاط، اكنس الشوارع. لكن تفتكر يا مستر نجاتي لو في شخص زي البسيوني ده عرض عليا مليار جنيه مقابل انه يشتري رساله الدكتوراه بتاعتي، انا ممكن اوافق؟ والله ما اخدها بجوز جنيهات، ده حتى عن الغبار الذري. بقول لك ايه، خليك في التراب الذري بتاعك وخلينا ناكل عيش. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، انت فاكر اول ما اشتريت المكان ده كان مجرد مطعم قديم في منطقه مهجوره، الناس كلها ضحكت عليك وقالت ايه الراجل المجنون اللي جاي يشتري المكان ده؟ لكن المكان بعد كده اتملى ناس. المكان ده انت اللي خليته حياه، مش مجرد مبنى، ده كائن حي. سيبوني لوحدي ارجوكم، عاوز اقعد لوحدي. خالد يا حبيبي خالد، بص انت اتكل على الله، روح دلوقتي وخد كل اللحظات اللي في المطعم وسيبه يفكر لوحده، لانه هيبيع هيبيع. مشروع العمر، الظاهر مكتوب عليها ان ابقى شريكك طول عمري. النهارده بعد ما نخلص بيع المطعم هنمضي عقد المشروع الجديد. مشروع ايه؟ البنزينه. بنزينه؟ هنشتري بنزينه. بنزينه ونقعد انا وانت كده رجل على رجل زي البهوات ونعد في الفلوس. مضمونه 100%، مش هنبيع لا جاز ولا سولار، هنبيع 92 بس. وتشيتوت يا نجاتي، صعبان عليك الاسم قوي. خلاص يا سيدي، هنسميها بنزينه تشيتوت، ها، ونبيع فيها كل انواع البنزينات. وزباين تشيتوت اللي خدنا عليهم وخدوا علينا وقعدوا معانا وقعدنا معاهم، يا سيدي خلاص يمر علينا على المحطه وكلاكسات، باي هاي باي هاي، وهنبيع لهم جميع انواع البنزين، ونفتح سوبر ماركت كمان جوه المحطه، والمسائل تمشي فل الفل بالبساطة دي يا نجاتي.
اسمع يا عادل، الواد اللي اسمه خالد ده ملى دماغك بشويه مشاريع فاشله. الواد ده اساسا فاشل، بيعمل دكتوراه في الغبار الذري، يعني دماغه مليانه تراب. عادل يا حبيبي خلينا نقب بقى على وش الدنيا ونمسك فلوس. انت ما شفتش الواد العامل في محطه البنزين شايل فلوس عند ايه في الكيس؟ فما بالك اصحاب المحطه بقى شايلين شويله فلوس. عادل اسمع كلامي، هنرص الفلوس على الترابيزه ونخلص، دي فرصه. ومين الراجل ده اللي عاوز يبيع بنزين؟ انتوا تعرفوا منين؟ ده كان زبون هنا في المطعم رؤوف بيه، انا بنفسي كنت بخدم عليه. الراجل اللي فوت عليه النهارده الصبح قلت له احنا بنبيع المطعم، قال لي وانا ببيع البنزين. قلت له اوكي شيل خالصين، مبروك علينا. بقول لك ايه، خلص بقى على طول، الراجل مستني مني مكالمه بس عشان اوصلك بيه. ممكن لحظه واحده خليك معايا، فكر فكر وركز. التليفون فين؟ انا هكلمه وبخصم المكالمه منك. الو يا باشا، انا نجاتي. الله يخليك. عادل بيه نور مع سعادتك يا فندم. ايه يا رؤوف بيه؟ لا نعم لا. لا 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 ما انكرش حاجه ابدا ابدا. الف 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 مبروك، مع السلامه. البنزينة اتباعت يا نجاتي. اتباعت؟ مين 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 شرى؟ مين شرى ده؟ البسيوني يا نجاتي. ابن الخطافة، هو عايز ايه؟ ناس ده ناس يشتري السد، ناس يشتري القناطر، ناس يشتري محطة المترو، ناس يشتري الهوا اللي بنتنفسه يا راجل. نجاتي أنا مش هبيع المطعم. أيوة مش هبيعه، حتى لو خسرت في اليوم مليون جنيه مش هبيع. عادل بيه، عادل بيه، صباح الخير. عادل اهلا اهلا، حللت اهلا ونزلت فحلا. ما بعد وش سعادتك ما اتباعت يا حبيبي، اتباعت خلاص. اتباعت وخلاص، لا هنبيع ولا هنشتري. يا عادل بيه، في مجموعه من الناس طالبه يقابلوا حضرتك. انا اسف يا خالد، انا مش فايق لحد دلوقتي خالص. عادل بيه عشان خاطري خمس دقايق بس من فضلك، ارجوك بعد اذن حضرتك. اتفضلوا يا اخوان. عادل بيه، عادل بيه، خلوا نجاتي. احنا اسفين يا مستر، مشكورنا والله. والله اتقال لي كده. سلام على المطعم، وحشنا قوي. عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتونا. ما يقدروش يبعدوا عن المطعم لحضرتك. اهلا اهلا بسيوني بيه. الشنطة ايه؟ فيها 13 مليون جنيه. فين بقى ورق المطعم؟ مش الأول نحتفل بيك ونغديك أنت والأسرة الكريمة؟ مبروك البنزينة يا بسيوني بيه. الله، أنت عرفت؟ ده أنا لسه مخلص فيها من ساعة، عقبال المطعم. يا نجاتي بقى، هنأكل بسيوني بيه ايه؟ والله اللي يؤمر بيه هو والعصافير الجبل اللي معاه دول. لا لا لا، اؤمر بيه ايه؟ حد هطلب في مطعمي؟ ده مكاني. لا معلش يا بسيوني بيه، ادينا بس فرصه علشان نحس ان احنا عملنا حاجه. حس كده بقى، احنا ما يتم الجوع. هات لنا بقى طاجن كده كبير، صح، اللي هو باميه بالليه ده، وهات لنا كام صينيه رقاق نطورهم كده حوالينا، وهات لنا 15 كيلو جمبري، 12 كيلو استاكوزا، شوية أسماك بحر يعني. هات لنا بقى شوية ريش، ها، وشوية كرشة على فش على منبار، اللي عندكم كله هاتوه. المطعم الراجل هيفضل ياكل كده شويه وياكل عياله. لا سيبه يملى كرشه تمام عشان يستحمل الصدمه. وفين
ودين اللي قتله. ودين اللي قتلك يا مسون. مش هسيبك النهارده، هقطعك، هشرعك. اهدى، فاكر ملايينك هتنفعك؟ انت حيوان عديم الاحساس، ما عندكش دم. انت جاي تشتمني هنا في مكاني في مطعمي؟ اطلبوه من البوليس. بوليس؟ بوليس ليه يا بسيوني بيه؟ الواد بيتهجم عليا المجرم ده. حتى خطيبتي خدتها مني هي كمان. برضاها يا حبيبي على سنة الله ورسوله. ما هي سابتني عشان ملايينك، مش عشان سواد عيونك يا حلو. انت مفيش حاجة تمنع عينك ابدا، انت ايه؟ وحش. اخلص، انا بيتعدى عليا في مطعمي يا استاذ عادل. وانت كنت اشتريته؟ تحقدين عليا ليه؟ بتحسدوني ليه؟ شركاتي ومصانعي دول زي ولادي، حد فيكم يقدر يستغنى عن عيل من عياله؟ انت عندك حق يا مسيوني، علشان كده انا مش هبيع المطعم، لان المطعم ده ابني وابني الوحيد ومش هفرط فيه ابدا. هو لعب عيال ولا ايه؟ خد ملايينك وامشي من هنا، يلا امشي. قوم. اهو ده اخرة الجشع والسعار يا نجاتي. مظبوط.